طالب من السيد الرئيس ومن وزير المالية على أن هذا القرار نحن ما قابلين ورافضينه تماما. وابتداء من هذا قد بث لنا عدلان مباشر راجعين من كد أي رقاج من الفيسبوك على أنه يبثوا إنين يوصل الرئيس ويوصل منه وزير المالية يعني نحن شي من دعليات معيدات الأسرة ومستضعفين ولا فينا حد يشتغل في الدولة ولا عندنا الناس اللي تشتغل في الدولة ولا قطش كينا من ذا اللي احنا فيه المتاعب اللي فيهم والمآسي اللي فيهم ما قطش كينا من الشدار فقير الصابر على ما أتاه الله لكن دي خارق صابرين وبصيفته يقال هذه القضية احنا مستضعفين عنها ولا عندنا لها شيء حد فرضها علينا معناه انه ليكتنا حيين ودانا ده هنا قبله ده هيدا يجي على رؤوسنا طالبين من الدولة انها ترد لفته وتتخمم حد لا يجوه من الاعدايات احنا طالبين من الرئيس ومن الرئيس لانهم هذا القرار يرجع عنه بنا اللي احنا ما عندنا له حال الى ان تعود هذه القضية اذا نبت الدولة ما يريد ترجع عن هذا القرار انا نقول لكم انا مرد على ان حد لا يجوه هذه الاعدايات اللي في مرصة كابيتال والاعدايات اللي في بريمير وفي توجونين وفي مدح وفي السماء والتراب اللي هي تحصر له اللي هي يجبر مشكلة قطعا شاملة بيدي هذا من الخلق اللي نعود له يقفل باتيبه الا مده تحوز عليه تديره في المنفى والله تنفيه قاطبه باللي هو لا حول له ولا قوه حوزوا عليه سموه قاعد ديروا له مويه لما يجين يصبوا فيه السم وكتروه ريحه من البلاد والعباده باللي هو لا حول له ولا قوه وهذا ما هو مستقدر عليه معناها انك انت ليتك تروح حي بارز عيني شي من الخلق يجبر شوي دخل يصير منه على عيال عنده شوي عايش به لين تعود تعتريه تقفل الابواب هذا ما يقد صح وصيفته ولا يقد تمد لا تمين تعدد القرار عشوائي وتجي طارحته ما تخمم فيه خارج اللي قد يعطي 150 الف خارج قاعد ما قد يعطي 10000 بيدي وابو تشي قنين عدوا فيه اربع ليات كاريات وكلهم تعطي منه 10000 وفي مليح فات من قاص وفي شوي مشي ما هو مهم هذا تشوفوا هون قال لكم تاجرات كبارات الفوقاني تعود واحده دايره مليون والله مليونين هذه تاجره كبيره هذا الاخر الباتشي قد جاهم هما البارح قريجل اللي فيهم في ذاك اللي تعود في قيمته 500 600 بس محارين نعود عندي وقاف ليه نكريه مجتمعات عليها اربع عليات قاربهم صوقوا عيا وعدوا سعروا فيهم شهرين ثلاثه قاربهم يخلصوا معناها انك داري تقبضني وتقتلني هذا هو معناه والناس ما هي مستقدره عليه الناس صار في ازمه مانعه كدها قاربوا راسه قاربوا راسه ما عنده شيوته قد يعطيه بس محاله تفرض عليه الدولين قالوا انت لي تعطي 150 الف والله ليه تقفل ما تفتح انا مخلوق الله فرض علي من نفتح وفرض علي مسؤول عندي عيار ندبر له شي طريقه قد يعيش بها كريمه ولان قد قطعا حز على بوتشي ويقفر قال لي 150 الف انا ما عندي 150 الف وهذه الطريقه بهذه الطريقه هذه ما هي مقبوله ولان نقول لكم انا حد جاء وهذا من العليا تحصروا عنده وهذا من التركه والله اللي خير فيه البحر الاخضر انت نصب له مرصه كابيتال ونصب له هذه عليا المرصه بهم اللي خاليه وذريه بعد قاعده فيها العليا خير قلت سيد الرئيس نحن هذا ما عندنا له شيء ولا خارج شيء ما لنا متحملين وصبرنا وفترنا بنا صبر وتعبنا فهمت ما ترينا نقدر نعيشه احنا موريتاني ما ترينا نقدر نعيشه فيه ما عود قاربها صاير هاليومي يتم وين داروا له مواطن يداروا له هو منهك تعبان وتركته ما هو قاد يقرين ولا هو قاد يداوي شو من الخلق اللي كده يعود الرجال هون موريتان كلهم عدم عمره يزرق تركته ياخذ تماشي عنه تبقى مره عندها شي من العيال تطير وتنزل كانت قد تعيش وكانت قد تربي من ينفرض عليه هذا كامل نحن ما عندنا له حاله ولا عندنا له صيف وما هو منصيف بحق نحن كنساء ما هو منصيف هذا احنا المرصه ما قط جبرنا شيء عاد هون الشباب اللي في شيء قط اعطيتوه دعم هو الدعم ما قط وصل الشباب وهذا العيالات اللي في المرصه ما قط جبروا يا الله الدوله يجبروا منها دعم لماذا ما تعود كل مره تاجره دايره 500 الف ولا 400 الف بوتيك يلا تجبر دعم من الدوله لماذا ما تنطر لها 3 ملايين والله تنعطى لها 4 ملايين تعدل بها التجاره تساعد هي بين نفسها وتكفها عن طلبة الناس وعن طلبة الادم يعني عاد شي من الخلق كله ماشي مساعد هو نفسه بنفسه يلا انتم اللي تعدلوا معاه حاله تخلوه منين عاد هو مساعد نفسه تعدلوا معاه حاله قد يعيش بها عيش كريم وما عاد ينفرض عليه خارج ياسر من شي الضغط يولد الانفجار والناس فترت بها الصبر واحنا فترنا بنا الصبر وعلينا الضغوطات اذا الشباب وهذه العليات تعابه جدا فهمت مهمشين وتو مدى مهمش ولا دمية قلت تم تصبر 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 قال من تعود ما تاكل ولا تشرب ما تريد تصبر ما تريد يصبر وتم مد في نعمة العافية إلى يخرج انفجار ودقط عليه شوي ما هو مهم زين العابدين بن علي كان حاكم تونس ما يقد حد يتنفس دولة من دول مخابرات ولا يقد حد يتنفس فيها ولا يقد يرد عينه خرق فيها انفجار هون خرقت فيه ثورة عربية على سبة مولى طابلة طابلة يبيع شي من فروي راي خرجت منها ذولا راكم شفتوها اجتاحت الامه كامله بس بالطابله به دي انسان ومظلوم
فهمت، والناس مظلومة وتعبانة وفترانة، ولا عندها لها حال أحد يعدل معها حال، وإحنا كنساء طالبين، أنا إحنا طالبين من هذا البث، وراني طالبة منكم كاملين، يعني لا يبقى حد منكم ما بث، فرج منكم كامل يعمل الفيسبوك ويعمل هذه السوشيال ميديا كاملة يبثون، إحنا هذا ما عندنا الوشي فوق طاقتنا ولا نقدر نتحمله. شوفوا هون الشباب اللي عنده الشرايك الصغيرة شاكي كامل، أنا كنت مع واحدين منهم جمعة معاهم، هذو الشرايك الصغيرين كثرهم هذو الشرايك الكبار، مات له واحد منهم، انا تقدر تعود انت مقاول وتقول عندك شركه عايش منه تجبر لي مليار، وانا نقدر نعيش نقدر نجبر دي مليون 3 مليون عيشتني ومعدل لي همي وخلص منه عماري وخلص من هذا. ماتوا بهم رجال الاعمال الكبار ضاغطين على الشرايك الصغيرين كثرهم كاملين، هذو اللي مارشي ينعطوا للرجل اعمال كبير، منين يجي حد رئيس سوميسيوني من هذو الشرايك الصغيرين يقول لك ها هذا اللي مارشين اعطى لفلان ولفلان انت ما عندك في الحق، لماذا انا ما نعود عندي في الحق؟ انا شاب ما نقدر نموت مدة ما تعود كامله اللي هي تخلى بها الجوع وتخلى بها المجاعه وتعود ما هي معاونه مودين داروا عليها الضرائب، احنا الضرائب ما عندنا لهم حاله، اللي نعطوهم قاع مناش، احنا ما عندنا شعاطين وبين اللي كلنا شاكي ومتمرض من الواقع اللي فيه. ما هذا اللي مليار نحن اللي نشوفه ونسمعه ونعطاه دعم احنا ما ريناه. كذبه ما هي خارقه، ما جبرناهم ولا ريناهم. وحد قالهم لك يا سيد الرئيس عرف انهم يكذبوا عليك، وعرف على ان الشارع بعلياته وبرجالته متمرضين. اللي نص الخلق رصف شورى امريك من الحيوط ونص المزار قاعد هون، الا ما فات جبر صيفه رصف بها من حيط. لو كان جبرها ما يبات هون ظهر ليله نهائيا. بيدي رقاش قاعد في وطن ومتمونه، ما هو دافع ماشي قيس امريكي ياك يصقر بلاتات، والله يعود يبالي، والله يعود يعدل حرك وته، والله يعود شوفها. ما خارج شيمونك من حد يعود قاعد في وطنه، يقدر يعيش عيش كريم. يقرب مدي وطن وصراحة من يعود عاد رقاش متمرد فيه ومهيون فيه ومتعذب فيه وما هو معدل شي في وطنه، احنا هذا الحال اني تمذنبت والله اللي شبهنا الرصف كاملين من الحيوط ما ادري يبقى منهم بشر، والله مدي ثانية ولا اخرى من يعود هذا ما هو خارق ومطالبنا ما تقدر تلبه ولا عندنا صوت مسموع، وكل نهار ينزاد علينا في الضرائب وينزاد علينا في العذاب، احنا ما تنا نقدر نعيش متمردين من ذي الحال تماما التمرد. من يعود هذا نبتوا ارفدونا وكترونا والله انفونا والله زرقونا معاه فتحوا لنا طريق لو بدون الطيايه يطرحونا في المكزيك هذا والله في نيكاراغوا وانتم ماشيين وخلوا هذه الدول تصيبوها، احنا لا مكان لنا، احنا مستضعفين في الارض. وخارج شيء كان خارج زمن عمر بن الخطاب بيت مال للمسلمين للمستضعفين، احنا بيت مال للمسلمين هذا ولا مليار اللي شفر اللي تمرقوا هون في التلفزه ويمرقوا في الاذاعه، هذا احنا نسمعوهم اللي في التلفزه والاذاعه. خلصوا الناس اللي فاصله اللي يلا تعوض، والناس اللي يلا يخلص عنها، والناس اللي يلا تساعد. اي ادميه عندها مشكله كره، حد عنده وان ابارتمان اقلها يعود يطفي الاضواء من معصبح الى الليل يطفي الاضواء وتمرق عليه 100,000. 100,000 هو اللي يعود راجل ما يخلص 200,000، ما يجبر 200,000. امسم حالي قد يعيش. والضرائب امسم حالي قد يعطيهم، هو ما يقدر يعطي ضريبه؟ هذه كذبه واقفه. هذا انسان ما هو سارق. عنده مدير والله عنده جنرال والله عنده وزير، احنا ما عندنا جنرالات وباتنا ما هم وزراء، هذا فهمت، احنا ما نقدر نعود وزراء كاملين، وهذا قاع من الوزراء انا هذه من لا طائله من ورائه، هذا فضت من وزير اللي ما هم عدلش قبل وردوها علينا احنا كمواطنين نعيش منها، اللي ردوها علينا احنا، احنا هون هذا من الوزراء كامل ما شفنا منه يشتغل منه، ما هو وزير واحد واول شفنا يشتغل صاحب الاسكان وحده هو اللي منين خرصوا التلفزات نشوفوه، ما قد شفنا اي وزير اخر عنده اي مسؤوليه ولا عنده اي روايه واحد في هذيك هي منتجه ولا عندها مردوديه نهائيا، ما هي موجوده ولا هي خارج. خلي لك قصه وزير والله هني وهذا لو خرج ردوه علينا احنا قبل منه الدارين وقلعوا منه اللي تقلعوا، احنا ما عندنا في شيء هذا رقم الوزراء هو ما في حد معدل الشغل وقفلهم كاع وما خير فيهم يقفلوا، هذا من وزاره هون وهذا من اداره وهذا من الموارد المصادر البشريه والمصادر ما نعرف شنو، لا طائله من ورائي طائله، لان الشعب تعبان والشعب متمرد ينفرض عليه شي مده ما تسال لا حيوانات ما تسول عن الله يعدل لها شنو لان جابوا لها قرارات، انت مانك بشر، هذا قرار نحن قلنا انك تخلص، انا خلص باش انا ما عندي شيء مخلص به، انا نفسي قاربتني الناس فيها شيء لا مازال يقعد ويوقف عند الفيروج ويستعد انه هو يطلب الصدق، لا ما فات اعطاته شخصيته انه يوقف ويعود مستعد انه هو يطلب الصدق، ولا هي المزارد هذا شيء من خلق اللي قاعد في دياره منين يجبر 2000 راضي بيها، منين يجبر 4000 راضي بيها يصير بيها،
وفيه السباقات وفيه الخياطات وفيه الخياط مول الماكينة عايد على أسرة وفيه يوسر من خر يوسر من دوي منين ينطرس على مدة خير فيها تقيس البحر ويقول فيها قبعة من البشر هذا من البارح لدمية تصاوب والعليات تجابد وكلها يجابد روخة هذا ما عندنا الوحالة والوقافة هو ما هو نحن وحدنا شوف هو العليات العليات الباتشيك والخياطة والسباقة ومولا ديشا هذا ما عنده معنى مولا مار صدرت انتم عليها 4 ملايين ولا 5 وكل مرة تندار عليها 150 ألف هذا ما يقدي صح 150 ألف الصمن منين دي تنجبر قاع 150 ألف انا قارب اني نقري تركتي وقارب اني نداويهم وقارب اني نرفدهم وقارب اني نعدل لهم حالة يسوي شني يعيشوا بها ابسط عيش ادشيني الدولة تفرض علي 150 ألف انا شلين نعدل 150 ألف ما هي عندي ينقال لي قفلي اليه نعيش باش نصرة شن مش نعدل شي ما هو على الطريق هذا كامل انا ما عندي له حالة شليه نعدله احنا لابد ان نجبر حل هذه القضية يسوى هي شنو ولأن له نمد من هنا نتم نطالبوا به هذا ظلم واحنا ندور هذا الظلم يرتفع عنه ويعرف انه احنا شي من مخارق مولانا الدولة ما نشتقلوا له ولا عندنا معيد كنا عيلا لا نفسه له يبيع ملحفته له يبيع رمبايته له يوقف الحيوانه يقال هذا كاف به هو نفسه عن جيل عمر عن جيل زيد وعن جيل حد ندور عنده شيء هذا عالم مودي زاد هو هنا وخالد عدت هون طبقة مهمشة تجبر شوي هذا عالم قاع ما في حد جابر شيء جابر شيء دايلة باع شيء والله دفع عدل شيء راسه ما عطي حد شيء وكثريته العليات شي من الخلق فيه الوقافة ولا فيه ما والناس تعبانة جدا قليل منه حد منه عنده شيء لكن اللي عنده منه شيء معروف ولا هرنا لك اجي لباتك مدوا قال لهم انتم عليكم 150 ألف انا قاع من قال لك اني انا ما ندخل قاع 150 ألف انا من عود ندخل رجال سابق يزيد على مده الضرائب يعرف دخلي انا اليوم انا ايش ندخل سابق انت تمرق لي زين بو يلا نجو خرصوا كل بوتيك انتم بوتيككم اللي تبيعوا خرصوا شهريا على اساس فوت شهر اثنين خرصوا هذا الباتي هذا الباتي دخلهم شنو على اساس هو يلا تندار الضريبه والله قاعد الضريبه احنا ما عندنا شيء الضريبه وين عندنا الضرائب شنو شي من العليات كذا ما عنده حد كافدها ولا عنده حد عاطيها شيء ولا قد جبر التمويل من الدولة معطيلة ولا قد جبر شيء يسوى هو شنو سمعت ودي فيه منه عنده الشرايك كما قلت لكم لاني انا كنت مع شي من الشباب عندهم الشرايك كله قال لي انه عاد منين يطرح ينقال له هذا مارشين تقع ما لك جابر ولا ايش اخبك تعدل له تواخطه بيدي هذا معطيه فلان الفلاني مجيوب العلاقه الفلانيه والله عنده واسطه من فلان الفلاني هذا ما هي صح ما قد تموا ماشيين بهذه الطريقه اللي هي وطالبين على ان هذه المرده ندورها ترتفع عنا احنا ما عندنا لا حول ولا قوه والله تعدلوا مدي بيت مال المسلمين كذاك المعدل عمر بن الخطاب وتخرصوا الناس اللي يا الله يخلص عنها والناس اللي عندها شيء اللي احنا ما عندنا له شيء هذا هو ولي صالح هو ولي تواسى هذا الاخر نحن منين يخرقنا هذه القضيه يعني ما ترتفع عنا ليه نمشي نقصوا قدام باب الرئاسه ساحه عرضيك ونباتوا فيها ونقيلوا فيها ونجيبوا تركتنا ونقعدوا تعشونا والله تحبسونا والله تقفلوا علينا المضارب بعد اللي هذا هم ان احنا باتيقنا فاصلين فيه والله ما دي مدريت حز علينا وتحبسنا تم قاعد نعود على مسؤوليه الدوله تعشينا وتقدينا ترفد عنا بعد قاع هم الصال والله ما دي هنا سكنوا لكم فم احنا وتركتنا ووقافتنا وخياطتنا وخرصوا حد جات وتوجوني مرصد كابيتال وهرت النسويل وباتي قهرت فرق زينه وجاو نواكشوط كامل من العريات كانوا تريب قش وهذا ما يقدي صح يا حرقه ما تقدر متواصل احنا قد منين نعدلوا اي روايه هون تقربنا تنجح لا تقربنا تنجح بيهدي الله بالوساطه احنا ما عندنا وساطه المسائل هون يعدلوا الله على الوساطات وعلى الاخلاق هذا شو مخارق الله ما في عنده متوسط روح حد ولا في عنده وزير ولا في عنده شيء وانا قاعد هذه مولانا على ان طالبين منكم على انكم هذا ضارك من الدارات وهذا من المشاكل وهذا من قاعد تقرعوا ولا تريحوا منه خلوا لكم وزير والله اثنين والاخر عقاب ردوه علينا احنا هذا مخارق مولانا قسموه علينا كنا يجبر منه طشه يتم عايش بها بسلام بيدي ما معدليش ولا مقرب انه مسبه ولا صمت انه حد الناس البارح من انتي تناقش معهم قالوا لي هذا غير قابل للنقاش هو ما في شيء في الحياة ما هو قابل للنقاش وعرفوا على الندمية منين ما تجبرش تصير على تركتها يسوى عليها تموت ما فيها ترى عازش ما فيها رقاج عاز شبيه دي انا من وقت عاد يقلبني ودي بات الزر يبكي ما تعش والله ما تقدر ماني عاز الشيء يسوى علي نحبس يسوى علي نقتل بيدي انا ما عندي قاع شيء خايف علي انا ما عندي سبه خايف علي عندي لا طشه من كرامه وانت كرامه تاعت لي تنهان ما عندي سبه خايف علي وهذا انا ماني قايل انه قد يتم صاحب صفته هذه ولا يتم مستمر نهائيا ما يقدر صح لابد من يجبروا له حلول
مدى أبسط موظفين بسطاء من أنت تتكلم عنهم يقولوا لك هذا غير قابل للنقاش، معناها على أني أنا حيوان آلة داب ينفرض علي وتو عدل فرص عليك من تعدل. أبويا ما عندي باش نعدل، عدلوا بها الإمكانيات والظروف والآليات اللي عندي، شنو ما عنديش معدل بي. أنا مشيت ودبرت شنو تو ما تعرفوا من إيش حاصل، هذا الخلق ذا اللي محصر تو ما تعرفوا من إيش حاصل، لا ما تعرفون من أي شيء، في شيء مسلف وفي شيء مقبول من عند مد وفي شيء مصدق عليه وفيه 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 من تونا دخلوا فيه النقاش ما يوف الليل ولا عنده معنى ولا يقدي صح، مليان من دعليات ومن طافلات السقارات ومن الكهرات ومن هذا ما يقدي صح، واحنا ما نقدر تم كل نهار نعود وضعية لها تعبانة جدا وتم ينفرضوا عليها هذا النوع من المسائل، هذا ما يقدي صح. واحنا ما تينا في القرون الوسطى، احنا 2023 راعينا داخلينها مازال رقاشين قالوا جايتك ضريبه من انت يتكلم قالوا غير قابل للنقاش وما فيش ما يناقش، وعرفوا على ان الناس من يكتلها الجوع ما تتعز شيء، ما فيها اللي عاز شيء يسوى وشنو. واحنا يا السيد الرئيس هذو العليات وهذو التركه حد جاوه وطرحوا عليه وحرف راسه وحده مرزيل، احنا ما عدرت ما اعطيتونا مشاريع مورتوا هان يعود هذا معقول تعودوا بعد اعطينا 3 مليون الله 4 الله 5 وتنفرض علينا الضريبه لانكم عاطينا راس مال ذوكم معروف، نحن ما معطينا شيء يسوى وشنو. شي من الخلق كله عنده شمنات بير يدبر هو بين نفسه، هو ما يخلص من الدولة، هو ما عنده علاقة بالدولة، هو ما يداوى ما عنده كنم، هو ما عنده شيء. وفيه اللي في الأحياء العشوائية شي من السباقات، وفيه الخياطات، وفيه رئاف البشر، هذا هو أول فيه البشر الحقيقي ما يوفى. والدولة ما فيها اللي عاطيته شيء، إذا عاد خارجة مدة تخلص من الدولة خارجة زاد نص موريتاني ما عنده علاقة بالدولة، كده الدافع يظل لجد يحصل يدور كان ويجبر قوته يومه وطريقة تعود سليمة. أنا من عود ينفرض علي شي ما هو عندي، معناه أن ينفرض علي أني نقتل وشتو أنت موت وأنا ما يعني لهين أقبلها، يعني ينفرض علي شي ما هو عندي يبقى أولادي ما تعشى ولا تقداه. يا السيد الرئيس ويا السيد الرئيس ما أني لهين أقبلها بأي صفة من الصفات، ألا تعدد يا إما نقتل يا إما نحبس يا إما تحز علي قاعدروني في المنفى ولا رصفوني من الحياة الرصاف منه تم بعد حد يصقر بلاته ويباغلي ويجبر بعد شيء وكله تركته وعود مستراح نفسيا. وهذا لو خرب فيش من التعب، احنا هذا من البارح ما رقدنا شي من العليات الاتصالات والعياط قايم من المرص، واحنا 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 الى غرق حالة ما بعد خرق النوم مزار في المشاورات وراجين من عندكم جازيكم بخير يا الدولة جازيكم بخير، الطفوا بينا ورفقوا بينا وعرفوا ان شي من الضعفاء وعلنا ما عندنا ما هو مدانا هو ونشكوله ورايالكم الشكايه من عباد شر الله متين وحد يطرح الهبلت حد خلى حد وينه مع مدانة خلاه بارز عيني. وهذه القضيه لابد من تجبر لها حل يرضي هذه الاطراف وتعود فيها مسائل صار حد قد مده تعيش بها، هذه الطريقه اللي هي احنا ما نقدر نعيش بها ولا نقدر نستمر في الوضعيه اللي نهائيا. وراني راجيه منكم انتم اهل الفيسبوك تعرفوا على ان احنا العليال من البارح ما رقدنا، هذه 150,000 نحن ما عندنا لها شيء ورايالكم ما يوحدها هون باتيكا سباقات وحدات سباقات من اهل الملح هم هون عندهم باتيك مجرون عليهم 250,000، هذا احنا ما عندنا له حال لا 200 لا 10,000 ما لنا مستقدرين عليه راجين الصا منين فتوا فتحتوا لنا باب احنا قاع ما كنا نبقوا نطلبوكم ولا ندوروا عندكمش، منين فتحتوا علينا هذا الباب الله كرده وبتنا عينينا حمر قاربنا نرقدوا لك قصة راجي منك انت السيد الرئيس، لان احنا هذا الشيء من عليات معيدات الاسر الدولة ما قطعتناش وليه نشو ان شاء الله الوزارة المالية وليه نشو كنت ونوقفوا قدام الرئاسة يعني من بعد قاعد تعطونا مساعدات عدوا نقدوا نفتحوا بهم مباشر ونقدوا نعدلوا بهم مشاريع ينفعونا وتعرفوا على نهاية القضية احنا ما نقدوا نتحملوا ذيك الساعة راكم من تفوتوا تمولونا عدوا نقدوا نعطوا الضرائب ولا نقدوا نعطوا شيء يسوى وشنو، احنا ما عندنا قاع شي عاطين منه شيء، احنا لا كنا كافين روسنا وراكم منين فتحتوا علينا هذا الباب انجوكم منين هذا من مشاريع الفيزا من ملايين تعاونونا احنا لماذا ما نعاونوا شي من خلق اللي كله مليان فتبارك الله من العيال وقارب وراسه وتساعدونا بشي قاع يسوى كم قدو تقروا عنا الضرر ترفقوا بينا وتعطونا مساعدات نعدلوا بهم مشاريع وذيك الساعة نعودوا ندخلوا للدولة شي احنا ما عندنا شي قادين نطلب منه شي شي من ملاحة في غاز بوتيك تعود فيها 4 عليات فيها 500 الفوقاني منا كأنها هي البطرونة تعود دايرة مليون مليون فيه وقاف وفيه مودا مارس ولا هم اللي بالضرورة على ان بوتيك يقعد يبيع ذاك من البيع والله العظيم اللي هون العين نفوتوا شهرين وثلاثة يقعدوا المارس يسالهم فينا ما نقدر نخلصون. وهذا
قليل من كثير، ما هو الا هذا وحده. كي ما قلت لكم على انهم مدي، احنا هذا متنا الموت رباطي مدمات تتبتو، هذا مودي هذي الشرايك مودي صغيرين، هذي الشباب الصغير متدرب كده قارب وخلص عماله. سمعت وعليه الدرايب وعليه المالية، ومنين يجي قالوا هذا اللي مارشين تمات قلت رابي دي معطيه فلان ودي فلان، وانا قاعد شن قدر انا ما نقدرش. احنا عدد ذي الحال الا الله هاللي مولانا عندكم مدى تعدلوا معانا حد يعود وصى تعدلوا معانا شي يسوى هو شنهم قدونا قبلوه. والله ما انكم قاعدين تعدلوا معانا حال، احنا ما ترينا قاعدين نعيش على هذه الارض، هذا الكوكب احنا ما ترينا نقدر نعيش فيه، لان كلنا احنا قاعد مضغوط علينا احنا نفسيا من دون ذي القضيه. عندنا مشكله الصوارع، عندنا مشاكل المدارس، وعندنا مشاكل الطب، نعانوا من هذه المشكله، وجاتنا عليها قضيه الضريبه. انا ما قد نقري تركتي وانا قاربني صاير، وجينا عليها قضيه 150 هذا بعد ذقي لا قرب وحاطب وقام وزاد هذا هي، وهذا ما يقدر صح. واحنا النساء لا بد لكم من تجبروننا حد يا سيد الرئيس، عرف علينا احنا جايينك النهار ما هو الصبح لين نتفنوا، وجايين وزير الماليه الخارج من امره والخارج من قرص ونجدع في هذا الامر الصبح نجيكم نقعدوا فهم منين تجبروننا حد ما عندنا له شيء. وتو والعليات من البارح الدنيا ماشيه وجايه بالاجتماعات جميع المرص وجميع الباتيك. انا حدايا واحد داير قيمه 100,000 في بيتي يبيع ابياجات تلفون دون البكاء البارح بيقعدوا مناد منين ما تخلص 150,000 هذا اللي هنا قفلوا. انا ما عندي ذكاء، انا اللي داير 100,000 بس محال نقدر نعطيكم انتم 150,000 معناها انك انت انا همك تتخلص مني، وتخلص مني قاع قبض لي مدفع وخبطني به معاينه مباشره تريح مني البلاد والعباد. يا قرمين من عدره يعد لي هذا ما بدنا صبرته، هذا الظلم ظلم وظلمات يوم القيامه وحرام ولا يتواس. واحنا لا بد لكم من هذه القضيه تحلوها لنا لين نعطيكم ان شاء الله الصبح. احنا من الليله لين تموا في اجتماعات لين نحصروا الخارج من المرصة والخارجه من امراه والخارجه من الشاب والخارج من افقيريش لين قيموا ماشيين قاسين السيد الرئيس لا تمانك عالم بيه علم بيه راهم فرضوا علينا واحنا ما عندنا له شيء. لا فهمت ويا وزير المالية احنا خلينا هذا ما عندنا له سبة لأنه مستعدين له وتعاب احنا نفسيا وضحك ما تينا قدونا ضحكوا. فهمت داده هذا المعيد اللي فوير احنا ما تينا قدونا وتعابه لأن قدونا تموا هذا الحلقة احنا ما قد تموا تابعا احنا لا نعودوا كذا العالم اللي زرنا اللي مستراح نعودوا كيفو انا لا قد مالي هذا والله ساني قال احنا ما تينا كيفش من ابو 20 سنة تشوفوا تشيك انه ابو 270 سنة به المشاكل وبه التخمام وبه الضغط الى القمم المار والقيم المكروني شوي ما هو. والله اذا ما ذاكم ودي لو دون الطياره جازكم بخير ارفدونا فيها ازرقونا شر المكزيك هذا قبل اخبار ما هو فيكم انتم نرصفوا والله نرتحموا والله نموت والله نمرقوا عنهم والله مودي حوزوا علينا وزرقونا في حاشيه البحر عدلونا وعطونا قوارب النجاه نعدلوا لك لاندستان نمرقوا عنكم هم بنا اللي احنا صراحه ما تينا حاملينش الا كنا البارح لا انا هذه لا دون البكاء بيدي هذا صراحة أنا ما عندي له شيء. أنا أبويا ما هو وزير ولا هو جنرال يرحمه وهذا ماني مستقدر عليه ولاني ليه نقبل فرع عندي مليح فات نعود قاعد أنا مصير منهم سلكتني من عمار ومن زيد ومن حد نجي ندور عنده شيء اسمه شنو تفرضوا علي أنتم وشي أنا ما عندي له شيء لا حول لي ولا قوة. المهم على أن هذا البث جازكم بخير أنا طالب منكم أنتم كاملين منكم شافوا على الفيسبوك إلى الصهدي فر لا يبقى حد منكم ما لنصه. وراني مودي قايل لكم انتم النساء بصفة عامة قاطبة اهل المرص واهل الباتشي على ان هذا منين يعود الصبح والله النهار الاخر ما ارتفع عنا فيه الظلم لين يمشون قعدوا لهم لين يجبروننا حد راعي هو شنو لا ينفونا والله القتل وينفي الصال حشرات يعدلون احنا حشرات ويقتلونا. والله مودي كيه ما قلت لهم يجرونا في القوارب هذا وخلونا نعدلوا لك لاندسته والله يزرقونا فرج يسوي شنو نمرقوا هذه القاره وخلوها له هذا بهذا قد ودعتكم المدانة ماني مطول عليكم راني كاملين طالبة منكم انكم تشاركوا في القضية مهمة